درجة سي درجة من الإيمان العبد المؤمن وسي قرار الإيمان وين كمال دايما يلاق يجتهد دايما يلاق أذي يخدم وأذي يجتهد باش يرتقي في مدارج الكمال البشري درجة بدرجة إلى قضية وضريوث درجة ويسعو يرى الشك ذي ربي سبحانه عز وجل ما رأي القرآن نغي سلاغي القرآن أن دا دي وعد ربي سلوعد وإلى قال ذي سعو الشك بلي ربي أذي يخلف إن الله لا يخلف الميعاد ما يوعد ربي سلجنث أتي لي حقا ما يوعد ربي وقاث يعصان ذي الدونث سلعقاب إلى أذي من العبد المؤمن باللي ربي سبحانه ويخلف فر المواعيد ينس أما كنت تولي سجد الدونيث لا عمر يقيم يطيج ودي في غير ذي الوقت ما يتخلفش نغطلام ودي تسارع نغأس ودي تسوضارة أم كل حاجة ذي الوقت يس في قذاقي قرنا سنت السنن سنة ربي سبحانه عز وجل ذي الكون وكذلك المواعيد دي فيك ربي سبحانه فيما يتعلق بالآخرة خطر الدنيا تشبه ربي كل شيء فان وستعد سيف ضارة باش تقنع ضيي ونسلو مراقين الدنيا فان انت ولكن المشكلة دي الأخر ما رصي ضويني خذ من كذا وكذا أثن سيدي ربي في جزي كذا وكذا ما يعصى ربي ربي في عاقب يزم رخيني موريس عران الإيمان ذا مقران تقولي سخيني إلا وقي موثني وغالد خطر ما يروح يوني يموث من بعد يغال ده ديو خفير أم مثل الجنة أم مثل جهنم ولكن ذي المحال موثي وثي قال ماشي سناف ولند كذلك اليقين قيس على الدرجات درجة مزور في اسمه علم اليقين في سناف عين اليقين في ثلاثة حق اليقين باختصار علم اليقين جي أثنظر عن طريق الرسل يعني الرسل اللي بلغوا عن رب العزيز سبحانه وتعالى الرسل اللي شكايتين ضر ماشي ذا ربي غادي يهضر ديريكت غادي يهضرني الغاشي ديريكت يفكاد الرسل والرسل كاين يستوظن الرساله سيدي ربي الا قد تستوظنها كنثلا بلا زياده بلا نقصان طيب نثني وين سن الانواع من الحق الى الحق ديفان نزيد دونيس الى الحق يفرن ولكن ثان ذي الاخر وقين دونيس ذي الحق وإن الأخر ذي الحق وقين دونيس يتمثل في الأوامر والنواهي وسائر الأحكام الشرعية يعني أين دين ربي خذميث أين دين ربي وثخدمارة تقوم قرن الأوامر أو كذ النواهي إلا وان داغد يوم الربي إلا وان داغد ينهى ولكن ذا قام شهر نخدم في عصة وسلم شو قد دينا قيم الحديث إن إيش ميلا أمر خكونيد سيون اللامر خذمث أينو ميث زمرم من هيخ كنيد فيون اللامر ذاثس المعنى يسمي ند في أصلاة السلام ند ربي تخرثي شهادة الزور تخرثاس وسي قرايون شهادة كان شويت من الزور شويت وريجو زادين شويت من الزور الزور ذا الحرام جي فياكو ما ند ربي سبحانه الخمر ذا الحرام وسي قرايون أد سوا كان شويت لا جيث ياك ما يند ربي وسع دايره الفطل في مذان ورح قرار مذان وظل مارا وسقر الظل مغشويط ما يند ربي السرقة في كرد الحرام وريجو زاري ونسينا ذاك راه كان شويط المعنى السيقالي النواهي أمرنا بالانتهاء أمرنا بالاجتناب ذعثس يند فجتنبوه إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء إما إلى ذي الأوامر أديني خدمث كذا خدمث كذا الظلاث والظماث خدمث الخير صدقاث ياك طاعات إناد النبي عليه الصلاة والسلام إناد خدمث ثين وميث زمرم خطر ربي ذي القرآن إناد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بون الظال يمور زميضة الظال سودوث الظال استغيميث ورزميضة استغيميث شيني مكسل دوك خاميك الزال إما إلا بعد البعيد يوم الشمس فيطار الشمس فيطار هذه الزال موري زميرة ولو كان سوى زورو كان كتيمم
بلا ما يوجه من طاق القبلة تسقط عنه حتى القبلة. فبالتالي أين مثل الزمرة قطر بالقرآن الكريم اتقوا الله ما استطعتم. إذن مثلا الأوامر والنواهي نستقبلها بالانقياد والخضوع، إذا ضرب يخدم حاجة نخدم، أين من زمرة ما كادم يخدم. ولكن الحقني غاذن ثاني الآخر مثلا الإيمان بالرسل، إلا ذي يقولون يقولون الرسل وثي ديون ديني ولا الرسل صلى الله عليه وسلم، ولاش إيمين زرب لي ذي الحق نومن بيقين ونسعى الشك باللي بيبريكان واقيلة إلا سير ألا الأنبياء والرسل لكم مزورة يختمثن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الحق ربي القرآن الكريم ينات آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله ونفرقار ونخدم الفرق ير الرسل دي شقع ربي خطر الله سور سنسن ذيوث ذا ربي ثن دي شقعنا كنملا الملائكة إلا وقوالا سيوى الملائكة خطي ولكن مثل المؤمنين كان اليقين نزرى بليلات أتفتم غارث ذي ثدرت ذي ثالم نصر الله يبارك ولما يغلي دلو فنسي الدوح وثي تغرش ما كين زوار نتس الملائكة معنى فهمت سلفي ترانسنت كان باللي لن يمنع نوع الملائكة في عزيزين نقارن الملائكة في عزيزين سبيسياليزي ذي لمراقي يحفظونا يوكلت انت ربي سبحانه واش هذا حفظنت سي الأذى سي الهوام سي كل شيء يزرمان لن ذي ثمورث سي من ميث سلامي ونقصيث وزرم ذاقي ثي زيوزو مشاكين ثلا نصور شحال يزرمان اللان في غير ثمو اللانت لا فعاث اللانت كل شيء إلا هذا الملائكة غيدي سخر ربي باش غحفظها أنت وما ذي قيم يوني تساكا ذكيض هذه عدي وزرم فعبوضيس وثي تقسارة هذا الملائكة سلاذن ربي إذ حفظ أنت. لذلك نكيل قانا من أنا من سربي وثنوالارا أنا من سلجنث وثنوالارا أنا من ثلا جهنم وثنوالارا أنا من سلملائكة كيف كيف أنا من سلرسل كيف كيف وقيوم يقارن الإيمان بما غاب من الحق غسي غاب فلا ولكن ولن تولون سهولة زرد بلي نشتاقي حق ميز زرد حق خدمين كيسكش من الجنة والخدمة أين كيسكش من غير جهنم والعياذ بالله صافي وقي قرنس درجة مزورة علم اليقين عين اليقين سيرا قلنا يا أخي بقى على خير ما كاين جند قزكا وحدك يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام في سنقار اسنيني وقادي حضرا والشيخ بلا شك ما راه مثيون اكنيني اما كان سي النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال ظلف السماح الميثنون اجمثون ظلف ربي غادي يثبت عند السؤال ما راه يدي سقسي منكر ونكير الملكان أسين أنويذ ربيك أنويذ نفيك أنويذ دينك أستدعون باش ربي غادي يثبت باش يديفك لا ريبونس جوست الجواب الصحيح باش وري غلظارة وقيد الامتحان ذم قران أنا عديا كلمان لذيس كلمان لا وثاني فإنه الآن يسأل معناه ثورة ماشي من بعد من مين نروح السقسين خاطي ثورة يسأل أذينا يثبتون دي قيمة رشك ولا كلش يسلا كان إلى حفر بقادي سميس الصباد نسنا كرمكم الله وقاثي ودان وغالم يزار ذين بقى على خيرات دوني بقى على خيرات فاميل بقى على خيرات درية ثوالة فيت ولات أحاديث كثيرة في الموضوع عاقي أمشي بناد ماذي والي أمكانيس مارد فغر روحيس أتسي والي ولكن الدرجة الثلاثة مقارن حق اليقين حق اليقين يعني من بعد الحساب أديفان مكوليون دقم كانيس أذينا ما بقاش شاك ذينا والعياذ بالله أصحاب جهنم غضرنا مكاني ذي الحق وذن دمن ولكن أندورثن في عندما وما ذو قذك من الجنة غيجع ربي كامل السيسن أدينينا ما كدينا ربي القرآن الكريم ذي سورة الزمر سورة عجيبة يثمثل بعد الحساب يجي نهار ولكن نشرحوها إن شاء الله بالتفصيل ما يرضى ربي إن شاء الله وكذا وكان المقطع الأخير أصحاب الإيمان
إن شيء عز من اشترى بسم الله الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يعني من مي بظن المتقين أدس الخزنة الجنة الله يبارك أولا مزوروا ماشي ذا ولي سكشام الخوف سلاون لكن سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أين كنسيثو من ذي الدونيث وثوالا مسوال نون مثفغ الروح ثورة ذي الحق أكشم ثغر الجنة فادخلوها خالدين. ذا شادينين أهل الجنة أدين الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله دفكان الوعد يرنا يصدق يرنا يوفس الوعديس. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. تمت إذن يثمثن وقيد درجة اليقين حق اليقين. وباش نفك التشبيه نغاون دمي ونهيني كيني سيغ ثامنت أغدي تشكير ثامنتيس سيغ يوثن تامنت أخين في زيزوان ستسنت ذي القذرار ستسنت ذي الطجران ماشي السكر وقي ذاوال وقي قرنس العلم يفكير ذي المعلومات لا بس ولكن ما لغتي دي وريات نوالي سوال ننغ وقاذي جرفني خدم ثامنت أتي والي كانت يعقل أتي فرق يرثامنت نصحان أو كتامنت نور نصحي وارا ثوالثيت أسيض ما شاء الله لهضو إمسلين دني ضف ثامنت حقا مريكي نخكن عرضيت مرات تعرضض أتفض أي انتدي يوصف ذو الصح وقي قارنس درجة حق اليقين علم صمزوغ وبعدين عين سولن سيلس تذوق إما رسيط تسجل ثامنتي شذن كاري هضرن في الناس على خطر ثامنتي لن صحة ثامنتي لن بالحق.